لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، لازالت الإشارات من معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه، ننهل منها دروسا عظيمة في معتقد المسلمين ابتداء. وأول هذه المسائل كما ذكرنا فيما مضى، أن دين الإسلام مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حد به الطريق ورسمت معالمه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فمن تفرق تفرق إلى السبل التي تؤدي به إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل، وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية. فهذا الأصل الأول هو أعظم أصول الإسلام، أن يفرد الرب سبحانه وتعالى في مقام العبادة فيوحد، ويفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الاتباع فيوحد، لا يزاحم في هذا المقام. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن ثمة فرق ستشذ عن هذا المعتقد وعن هذا الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يشمل المنهج الذي كان عليه في المعتقد والعبادة والسلوك ومصادر الترقي وغيرها. فمن خالف في أصل كلي من أصول التشريع خرج عن دائرة أهل السنة ودخل في دائرة الفرق التي توعدت بالنار. هذا يسميه الشرع بهذا المسمى، والبعض يريد أن يسميه رأياً آخر، إبداعاً، قل ما شئت، لكن وصفه في الشرع محدود.
مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل من أصول الدين وفي أصل من أصول المنهج والتشريع يخرجك عن دائرة الإيمان به. سمه ما تشاء بعد، وهذا الأصل هو الذي هلك به هؤلاء حتى خرجت فرق عن دائرة هذه الفرق الإسلامية مطلقا، فصارت خارج الملة بالكلية، حتى أن بعضا منهم نفى صفات الرب وأسماءه وصفاته تماما، وبعضهم ادعى النبوة لمن جاء بعده، وكل يزعم أنه يؤمن به وبالقرآن. وإجماع المسلمين جيلا بعد جيل أن هؤلاء كفار ليسوا من المسلمين، كالبهائية والقديانية والبابية وغيرها من الملل. فليست العبرة بما ترى أنت، إنما العبرة بالحكم الشرعي لما أنت عليه. ومن أعظم الخبث أن يتطرق إلى مثل هذه المعتقدات بالقبول والرد. لو أن رجلا قال هذا القرآن حق إلا هذه الآية أو إلا هذه الكلمة، أجمع المسلمون جيلا بعد جيل أنه كفر بالقرآن وخرج من الملة، لأن الذي قاله ليس أنا ولا الشيخ فلان. أنت تعقب على الرب وتكذبه، وكذا من ثبت عنده يعلم أن القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الكلام كذب أو هذا الكلام باطل أو هذا الكلام، هذا يقتضي عدم الإيمان به. والله لا يوجد كلمة واحدة تخالف هذا الأصل في كلام أهل العلم، هذا يخرجه عن دائرة الإيمان به. فأول بدهي أني أؤمن برسول الله، أصدق كل ما أخبر به. وإن كثيرا من أهل العلم لا يقولون إن معجزة الإسراء والمعراج تالي معجزة القرآن في التواتر بين المسلمين، فمنكرها يخرج من الملة، وهذا منصوص عليه في القرآن، ليس هذا محل اجتهاد بين الناس، هذا متواتر كل الناس يؤمن به، استوى فيه علم العالم والجاهل. أقل المسلمين علما يعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم له معجزة تسمى الإسراء والمعراج، يتتابع عليها جيل بعد جيل، وهي تطرق الآذان كل عام في كل محفل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذه السياقات في سورة النجم وسورة الإسراء تورد على هذه المعجزة، ثم تواترت السنة على ذلك. وهنا ينبغي البيان في مسألة، وهي حكم منكري المتواتر من الشرع. قال أهل العلم على أن القرآن كله متواتر. معنى متواتر أنه جاءنا جيلا كثيرا عن جيل كثير عن جيل كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الآية التي في القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هي التي تقال في المدينة، هي التي تقال في الشام، هي التي تقال في العراق، نفس الكلام حتى الآن متواتر جيلا بعد جيل. من أنكر حرفا واحدا منه لم يؤمن به. وهناك من السنة ما هو متواتر على نفس النسق، منها هذه المعجزة في السنة، وهذه على نوعين: متواتر علم بالاضطرار من دين المسلمين، يعني إذا سألت أي أحد يعلمه، يستوي فيه العالم والجاهل، منكره يخرج من الملة فورا. لم يرد في القرآن أن الصلوات خمس بهذه الكيفية، أن الظهر أربع وأن الصبح ركعتان
وأن الصبح ركعة، لم يرد في القرآن بهذا التفصيل. ومع ذلك لو أن إنسانا أنكره خرج عن دائرة الإيمان، لأنه معلوم بالاضطرار، كل الناس كل المسلمين يعلمه. فمن قال مثلا أن الظهر لا يكفي ركعتان، هذا لم يؤمن به. هذا النوع الأول من المتواتر. النوع الثاني هو ما علم على سبيل الخواص، يعني أجمع أهل العلم عليه لكن لم ينتشر علمه بين الناس. منكره يحتاج إلى إقامة حجة عليه، كمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا لا خلاف فيه. لكن إذا سألت الناس في الطرقات ليس كل الناس يعلم هذا الحكم، مع أنه متواتر معلوم مجمع عليه لا خلاف فيه. من أنكره يحتاج إلى إقامة حجة وبيان، لأنه لم ينتشر العلم به. أما أن تأتيني إلى آيات فتستهزئ بها ثم تضع في جريدتك منشدا عظيما تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تخرج فتطعن في الإسراء والمعراج، ثم تحدث حلقات متواليات في أبي بكر وعمر وعثمان، ثم بعد ذلك تقول لا لم أقل ذلك، هذا قام به المتربصون، هذه زندقة. ودين الله ليس ألعوبة في يد أحد، ولا يسع أحد أن يقر ذلك. وهذه مصائب تلي على المسلمين بمزيد نكبات، فإن هذا الدين له رب يغضب له، ولا يسع المسلمين أن يقروا ذلك أو أن يسكتوا عنه. هذه منكرات عظام. لذلك إذا أتيت بالإسراء والمعراج في أولها كما ذكرنا في الماضي في أول حديث، قالوا أن أناسا كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا بعد ذلك. ارتدوا، متى ارتدوا؟ لما كذبوا أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم أسري بي ليلة البارحة فأتيت كذا، ارتدوا في وقتها. لم يقل أنهم توقفوا في خبره أو أنهم قالوا رأيا مخالفا أو أن هذا حرية في الرأي، سمه ما تشاء أنت، لكن الإيمان ليس كذلك. كيف أؤمن بنبي أزعم أنه كذاب؟ ما الذي تبقى من الإيمان؟ كيف أؤمن بدين أقول أن القرآن يحمل ترهات؟ ما الذي بقي من الدين؟ هذه تقال في الناس وقد تحدث أثرا فيهم، وإنه أعظم مصاب. فوالله لو ماتوا فقرا كان أهون عليهم من أن يموتوا على هذه المعتقدات. هذه من أعظم المصائب التي تحل بالناس، أن تنزل بهم هذه النكبات في عقيدتهم التي لا يملكون للنجاة سبيلا إلا بها. هذا الأصل الأول. فمن أنكر ذلك كيف له أن يقول أن الصلاة كانت 50 ثم خففت إلى 5؟ كيف يقول بها؟ سيقول هذا أيضا من القصص الخرافية الوهمية التي يتناقلها أهل مش عارف التاريخ لا والله هذا مسطور في كتاب الله ونطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن نصدقه وإما أن نصدق هذا الدجال. هذه فواصل ليس هناك بينها مناطق رمادية، لا، هذه فواصل تفصل بين الإيمان والكفر. فإياكم والسماع لهؤلاء، فضلا أن تقروها، فإن الأصوات التي توالت بعد هذه الزندقة أن يقال هذا رأي ولابد أن يتسع الصدر للرأي،
أين هذا؟ لماذا لم يتسع الصدر للرأي لمن كان في مكة وكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يتسع الصدر له ويقول هذا رأي لعله له وجهة؟ هذا كلام فارغ لا يوجد له أثر في الإيمان، ولا يوجد له قول في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أردت أن أذكر به في هذا الأصل العظيم، فإن هذا القصص حق. قال الله إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. فهذه صارت يعبث بها وتلك يعبث بها. فإذا صار المسلمون على مثل هذا العبث زمنا، فإن جيلا سيخرج فينا يقول الإسلام حق وغيره حق، يعبد الله حق ويعبد غيره حق، الله إله من جملة الآلهة. وهذا هو الذي لابد أن يقاوم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى في جزيرة العرب. أين؟ في جزيرة العرب، بنفس الأسماء، بنفس الأسماء، اللات والعزى، أصنام أصنام يأتونها ويتعبدون. نعم سيحدث ذلك. كيف يحدث ذلك؟ بتمرير هذه الزندقة ورمي الكفريات واحدة تلو الأخرى والصبر عليها حتى تنضج، ثم يرمون أخرى صبر عليها حتى تنضج، ويطحن الناس في معايشهم، ولا يقوم الأب بتربية ولده على المعتقد الصحيح، لا يعلمه من هو الله، من هو رسول الله، من هو الكتاب الذي ينجو به. لا لا، منشغل الرجل يكدح، وغيره يربي له ولده على هذه المعاني. فاحذر أن تكون كذلك، فإن كلنا مسؤولون بين يدي الله عن هذه الأمانة. وهذه ليست مسؤولية مؤسسة الأزهر فقط كما يظن البعض، لا، هذا الدين دين المسلمين جميعا، ولابد أن يعاون هؤلاء المسؤولين على ذلك في أن يذبوا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام. فهذه ليست قضية مؤسسة بعينها، لا، هذا قضية المسلمين، فإن هذه الطعنات لن تقف بل ستتوالى. ولا بد أن نكون على قدر عقيدتنا وما شرفنا الله به أن نقوم بالإسلام قولا وعملا واعتقادا. فلو تصلب المجتمع على دينه ما استطاع هؤلاء أن ينطقوا بمثل هذه الكفريات. ولكن العبث بالعقائد حتى صار الناس يتخذون دينهم لهوا ولعبا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هرج به صلى الله عليه وسلم فلقي من لقي من إخوانه من الأنبياء، وكلهم على ملة واحدة وعلى شرعة واحدة. أما التوحيد فلم يختلفوا فيه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأصول العبادات لم يختلفوا فيها، وكذا الأخلاق، لم يبق إلا بعض الأحكام تختلف من نبي إلى نبي. ثم جاء القرآن وختم هذه الرسالات بهذا الرسول الخاتم وهذا الكتاب الخاتم. قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في القرآن: ومهيمنا عليه، أي مهيمنا على ما سبقه من الكتب، حاكم عليه.
وقال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. هذا الميثاق أخذ على الأنبياء، لو أنهم بعثوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ما وسعهم إلا أن يتبعوه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقد رأى في يده ورقة، قال: ما هذه؟ وفي رواية صحيفة قال: هذه ورقة من التوراة. أخذها عن اليهود ينظر فيها ما الذي كان في شريعة اليهود، فقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ حيارة تبحث يمينا ويسارا، والتوراة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن حرفت كلها كما قال الله: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها، فلم تكن قد حرفت كلها، ومع ذلك قال له: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، شريعة واضحة لا تحتاج إلى شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله لا يحتاج إلى نقص، إلى تعديل، ولا إلى زيادة، بل يلفظه لفظا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة لابد أن يعلمها الناس: لو كان فيكم موسى بن عمران عليه السلام ما وسعه إلا أن يتبعني. ما وسعه هذا في كلام الله، فكيف لأحد الناس أصحاب الرأي والفكر والمتنورون؟ لو كان موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ لذا قال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان، ثم ذكر على أنه يتبع شرعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما أقيمت الصلاة لما نزل أرادوا أن يقدموه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا، بل إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فلم يتقدم عيسى بن مريم بإمامة المسلمين مع أنه نبي من أولي العزم من الرسل. فشريعة الرحمن هذه هي سر عز المسلمين، لا يملكون غيرها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم رفعتكم أفلا تعقلون. فالمتسول يمنة ويسرة ليس له إلا ما كان عليه من الشقاء، أما المسلمون فهم يعتقدون أنهم في عظيم المنة والنعمة من الله، وقد اصطفاهم بدينه وتوحيده، وهو ينظر إلى دنيا الناس: هذا يعبد بقرا، وهذا يعبد شجرا، وهذا يعبد مالا، وهذا يعبد فأرا، وهذا يعبد فروج النساء، وهذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى بدينه ولم يأخذ بيده إلى عبادة غيره سبحانه وتعالى، بل حمله على توحيده. فأي منة يحياها، وأي نعمة يتقلب في كنفاتها، هذه لابد أن يشكر الرب سبحانه وتعالى عليها ليلا ونهارا ظاهرا وباطنا، وأن ينكسر القلب بذلك. هذا هو الأصل الذي لابد أن نعلمه، أن الشريعة التي أتت على ألسن الأنبياء أتت من مصدر واحد، قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.